الأسبوع ده كان فيه طبعا احتفال المولد النبوي الشريف، وبالمناسبة دي الرئيس عبد الفتاح السيسي كرم الشيخ سامي الشعراوي أمين عام مجمع البحوث الأسبق تقديرا لدوره في خدمة الدعوة، وكمان مسيرة والده الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي أكيد طبعا، واللي ليه ارتباط كبير جدا وشديد جدا بوجدان الشعب المصري. الحقيقة أنه كان في لفتة التكريم دي أثارت إعجاب ناس كتير جدا، وأشادوا باللي بيقوم بيه سيادة الرئيس، وناس كتير فرحت لما شافت الشيخ سامي بسبب الشبه الكبير جدا بينه وبين الشيخ الراحل متولي الشعراوي. خلونا ناخد على التليفون دلوقتي ونطمن عليه طبعا الشيخ سامي الشعراوي. أهلا وسهلا يا شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك، أهلا بحضرتك. الله يخليك. يعني الناس كلها لما شافتك شافت الشبه الكبير جدا ما بينك وما بين والدك. هو شبه، نسأل الله أن يكون الشبه ظاهريا وباطنيا يا رب. يعني شبه كبير جدا جدا جدا. أسأل الله أن يكون شبها ظاهريا وباطنيا. يا رب يا رب إن شاء الله. لو تكلمنا عن التكريم وتكلمنا عن اليوم ده وتكلمنا عن شعورك، وإحنا شايفين حضرتك كنت بتتكلم مع الرئيس في هذه الأثناء، إيه اللي اتقال ما بين الكلام اللي حضرتك قلته للرئيس؟ لا، ده كلام هو دعاء له أن يوفقه الله سبحانه وتعالى إلى أن يكون قدوة في حب أهل العلم وتكريمهم، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يعينه الله على ما حمل من أعباء كثيرة، وأن يرزقه بطانة صالحة معينة له على خير هذه البلاد وهذه العباد إن شاء الله. إن شاء الله. لو تقولي يعني أكتر حاجة بتفتقدها في والدك دلوقتي كانت إيه؟ تبقى نعم. ايه الحاجه اللي بتفتقدها في والدك دلوقتي؟ والدك بيوحشك، ايه الحاجه اللي بتفتقده؟ لا افتقد حنوه وعطفه والتزامه ووصيته دائما بالصبر والمصابره في الحياه في هذه الايام الشاقه على كل ملتزم. دلوقتي حضرتك شايف ان الموضوع صعب على كل ملتزم. نعم. ليه؟ لأن السلبيات كثيرة. زي ايه؟ يعني عدم الالتزام بمن نحتفل بذكراه. ايوه. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. اما الالتزام بذكر الرسول عليه الصلاة والحب ليس حبا كلاميا. انما يكون حبا سلوكيا. ايوه. باتباع سنته. شيخ سامي الشعراوي أنا بشكرك جدا على المداخلة، وكل سنة وحضرتك طيب.